bizden bir tabi uzun bir kütüphane bir kütüphane kütüphane kafada li imsar li kütüphane bir şey var bir taşı bir şey fakat sokuma sokuma bir şey bir taşı bir şey 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 متشعبي هذا الموضوع يتطلب واحد المقاربة واسعة هذا الموضوع يتطلب دائما تجديد المقاربة وتجديد الفهم حتى نكون أكثر ممكن من الانتظارات من الطموحات من التغيرات اللي تطرح الإشكالية في الهجرة اليوم هناك برلمان حاضر هناك مجتمع مدني حاضر هناك أساتذة في الكتب الجامعية وباحث حاضر هناك المديرون اللي يدبروا هذه المسألة الهجرية سواء في المغرب أو في إسبانيا هناك قناصرة هناك سفراء وبالتالي هذا الفضاء ديال الهجرة غادي يمكن لنا دائما باش نكونوا أكثر ما يمكن من التطور ديال الهجرة والتغييرات أننا نريد أن هذا اللي هو الأول من نوعه أن يكون نموذجا اللي غادي نوضعوا على تأسيس كذلك في الدول الأخرى اللي واحد التواجد كبير ديال المغرب إن شاء الله سوف نشتغل بشكل نفس يعني المنتدى مع فرنسا مع بلجيكا مع هولندا مع ألمانيا مع المغاربة مع دول اللي فيها المغاربة في دول الخليج مع المغاربة اللي في وجنب الصحراء قبل الحد واش غادي يقدروا يديروا الشيء كله هذوك غادي تكون لك الحال سوف نجتهد سوف نعمل إن شاء الله باش على الأقل في 2016 نحاولوا أولا باش نضموا استمرار لهذا المنتدى باش يكون مخطط ثانية في المغرب ثانية غادي نشتغل باش يكون عندنا المنتدى إن شاء الله ربما ندير مع بلجيكا وهولندا غادي نشوفوا الإمكانيات باش أننا نأسسوا لهذه الطريقة ديال التدبير ديال الهجرة لأنه ما يمكنش ندبرها بوحدنا في المغرب بالنسبة للمهاجرين موجودين خارج المغرب خاص الحكومة المغربية والمسؤولية الحكومية بطبيعة الحال هناك مسؤولية حكومية هناك كذلك متمثلون آخرون من الحكومة ديال دولة الإقامة من منتخبين ديال دولة الإقامة من مساهمين كذلك مشاركين ديال المجتمع المدني باش أن هذه المقاربة هي اللي غادي تخلينا حقيقة أننا نرتقي بتدبير المسألة الهجرية بصفة عامة. سواء تكوين الجريمة السابقة أو الموقف على نموذج مغربي مغربي التشارك مع الجميع. كيف قلت يجب دائما تجديد الفهم ديالنا في المسألة الهجرية وهذا التجديد ممكن يكون إلا عبر الدراسات عبر مساهمة الجامعيين الباحثين وخاصة في العرب لأن هذه المسألة ديال الهجرة هناك اهتمام كبير ديال الجامعات سواء المغربية أو الإسبانية على الجامعات الحقيقة اهتمام على جميع المستويات في العالم المغربي إذا تجديد الفهم تجديد الدراسة لأن هناك تطور دائم ما هي الأسباب اللي كانت البارح ماشي هي الأسباب اللي كاينة اليوم ما هو الانعكاسات اللي كانت البارح ماشي اللي كانت اليوم التركيبة ديال النواة ديال المهاجرين تغيرت وبالتالي دائما خصنا هذا التجديد باش كذلك حتى المقاربة ديالنا أننا نجدوها وإلا غادي نكونوا بعادين على الاهتمامات والانشغالات وكذلك ما ننتظره سواء من هالطرف والطرف بالنسبة للمهاجرين المكان.